اسمي مريم وأنا عضوة في جماعة لوتس ستيم للقيادة وللتواصل، يديرها فريق من العلماء وإخصائيين الرعاية الصحية والمهندسين والمعلمين. أصبح فيروس الكورونا الشغل الشاغل للجميع، وهناك الكثير من التغطية الإعلامية حوله. أولاً، لمعلوماتك الشخصية، الفيروس الكورونا هو اسم نوع الفيروس، وكوفيد-19 هو المرض الذي تسببه العدوى. هناك العديد من العلاجات المنزلية التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وبين العائلات والأصدقاء، مثل شرب الحليب الكركم أو عصير الليمون، وحتى دهن الأنف بالسمن للمساعدة في منع الحصول على كوفيد-19. إن الكركم معروف إنه مضاد للالتهابات ومضاد للفيروسات، ويستخدم عصير الليمون كمطهر، ويعتقد أن وضع السمن في الأنف يمنع الفيروس من الالتصاق، في حين أنه من المهم الحفاظ على تناول الفيتامينات سي ودي والكركم والليمون والسمن للبقاء في صحة جيدة. لا يوجد أي دليل علمي أن هذا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا الجديد. كثير من الكبار السن يعتقدون أن لديهم جهاز مناعة قوياً، لكن هذا فيروس لم تراه أجسامنا من قبل. لذلك يرجى تناول الطعام كالعادة وممارسة الرياضة، ومن أجل سلامة الجميع يرجى اتباع التدابير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، مثل المسافة الاجتماعية، مسافة متران تقريبا، وغسل يديك بالصابون كثيرا حتى إذا كنت في المنزل. إذا ظهرت عليك أي نوع من الأعراض، اتصل بطبيبك، لا تذهب إلى الطبيب شخصيا، واتبع البروتوكولات والنصائح. الرجاء متابعة الروابط في الديسكريبشن بوكس أو مربع الوصف أدناه لأحدث المعلومات على مواقع منظمة الصحة العالمية WHO ومركز السيطرة على الأمراض CDC.